أي تونسي مغروم بالكراهب كان ديما يحلم أنه يلقى مصنع تونسي وعلم تونس في الصحافة العالمية في النيميرو أورسيري. هذا هو الحقيقة من 2006 وظهور واليسكار avec le premier modèle ليزيس. اليوم فيزيت جيدي شي واليسكار سي بارتي. إذن موجودين اليوم في مقر واليز كار، وإلى جانبي رئيس مدير العام ومؤسس لواليز كار إلى جانب خوه زياد عمر جيجا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، ولا منعش مرحبا بينا نحن بتادخ في مقر واليز كار. مرحبا بيك مهدي. إذن نحن نرجع معاك للبدايات عمر جيجا، كيفاش واحد في تونس يخمم أنه يولي ان كونستركتور اوتوموبيل، اون اندستري اللي كانت تظهر وتبدو بعيدة برشا، صعيبة، متشعبة، معقدة، كيفاش كانت البدايات؟ علاش؟ لا موتيفاسيون بروميير، علاش تعمل توليس كار؟ شوف أنا وخويا زياد كنا دي باسيوني أوتوموبيل، وقتها كنا صغار كنا نحلوا لي ماجازين أوتوموبيل ونلقاو لي درابو دو موند أنتي، أما درابو تونس ما كانش موجود، وقلنا لازم عبد آخر ولا أنا ولا خويا زياد نحطوا سو درابو تونيزيان دون لي ماجازين انترناسيونو. لكن بين الحلمة بين الطموح وبين المشروع يظهر لي فما فرق صغير. فما فرق كبير، يا عندك دي ديفي تكنيك، دي ديفي دو كرياسيون دو مارك، كري لا كونفيونس من عند لي زوتيليزاتور، عندك دي ديفي ادمينستراتيف، اما سا في بارتي دو لافونتور انتربرونوريال. وهذا تعلمتوه قبل ولا من بعد؟ كنتوا في بالكم بالرهانات هذيا باللي ديفي هذوما ولا؟ لا ولا ابخي هذا بعد بيان سور. اما شوف هذه هي الحلمة، لازمنا on se bat pour un projet، لازمنا il faut avoir des défis، il faut avoir des difficultés، c'est que à ce moment-là تنجم تعمل حاجة vraiment hors du commun ولا حاجة اللي ما تشوفهاش كل يوم، كان باش تعمل ديما حاجات ساهلين كي نو با دو فالور اجوتي راهو ما نقدموش، لازمنا نعملوا فازات حاجات صعاب. هذا باش نشوفوه مع بعضنا، باش نشوفوا التفاصيل الكل، التكنولوجيا، الموارد البشريه، التطور تاع 15 سنه اللي صار والمسافه اللي قطعتوها في واليز كار. لكن كان لخصوا الفلسفه تاع واليز كار، لا فيلوزوفي. باهي، لا فيلوزوفي اللي وقتها بدينا حبينا نعملوا ان فيكول دو نيش، ان فيكول تاع البحر، تاع الصيف، تاع الجو، تاع لي فاكونس. و سي بور سا كنا نبيعوا في فرنسا، في سويسرا، في بلجيكا، حتى لين ان 2012. جينا نصنع في تونس اي قلنا توا لي تونيزيان شيرش ان فيكول ديفيرون معناتها تاع كل يوم اوسي بيان او نيفو دو بودجي كو نيفو دو كوتي براتيك كو زاد الانفراستركتور تاع تونس سا دوموند معناتها دي فيكول مش كيما نلقاهم باغتو دون لو موند دونك قلنا كيفاش اون سو كونسونتر بور ريبوندر او بوزوان تاع تونس. نمشيو نكتشفوا مع بعضنا الكراهب نتاعنا ولا شين دو مونتاج جوستومون والوزين المصنع اللي موجود هون. موجودين توا في المصنع عمر، ومن ابرز الرهانات في الاندستري اوتوموبيل هي جوستومون لا تكنولوجي. كيفاش هي العمليه بالنسبه لكم انتم؟ تعاولوا على دي بارتنير، فما ريشيرش ديفلوبمون، بحث داخلي، كيفاش تنظموا بالضبط؟ Bien sûr, Manata, c'est un mélange de tout ça. On a notre conception, bien sûr, avec nos ingénieurs. On a des partenariats avec des grands constructeurs, comme PSA ou la SAIPA. Et on a des conseillers internationaux en homologation, en tout ce qui est technique et en mécanique. Donc, c'est un mélange de tout ça, bien sûr. العالم قاعد يتغير برشا، والخارطة تاع لي كونستركتور اوتوموبيل كيف كيف، وحتى التكنولوجيا قاعدة تتبدل في السنوات الأخيرة. شنو استراتيجية بالنسبة لواليز؟ فين ماشيين؟ فين ثنيتكم؟ شنو البوصلة نتاعكم؟ شوف واليز اون فو تيتر لالترناتيف، اش معناتها؟ معناتها اون سو كونسونتر برانسيبالمون توا في تونس إلى لي ريجيون أكوتي، معناتها سوا ليبيا ولا مغرب ولا جزائر ولا دونك اون سو دي كيلي لا سوليسيون بور سي بيي لا، ونحنا اون كومبري كو Une des solutions était le GPL. C'est vrai, Bacha Abed a parlé à l'électrique ou même à l'hydrogène. Mais pour l'instant, les infrastructures phytones ou les pays autour ne sont pas encore adaptées. Donc, entre-temps, on va proposer tous les modèles en GPL. Allez chez GPL. Moi, je suis un leader, donc, des entrées d'argent dans le Daoula. Ou très économique, le Moustamel. Tu peux déjà faire 400 km, mais 10 000 km.
et surtout non polluant, très écologique. Donc, pourquoi pas être une alternative, proposer une autre solution, mais surtout aussi pour les prochains modèles. On va voir le GPL à les modèles de Wallis Car dans le futur. Inch'Allah. Vraiment, Inch'Allah, on va avoir besoin d'un appui de l'IDARA, de l'AULA, pour pouvoir passer ce projet qui est finalement gagnant-gagnant de l'ISLCOL. خمسة سنين بعد بداية المغامرة شنو البيلان اليوم؟ بيلان اليوم اللي عندنا 5 موديل à présenter. دينا avec la Wallis Isis اللي بعناها dans plus de 15 pays في العالم et la Wallis Iris bien sûr اللي نعرفوها في تونس. اللي هي الهيريتير الوريثة تاع الايزيس نفس الاسبري لكن بعد صار انفيراج ملي كنا اون فواتور دو بلاج كهرباء تاع بحر وغيره نلقاو روحنا افيك دي زوتيليتي نلقاو افيك دي سيتادين شنو اللي صار على مستوى الاستراتيجيه تاع واليس شوف حبينا اون سو كونسونتر بلوس على لي بيزوان تاع توينسا وتاع لافريك دو نور معناتها لو ماروك زيد اول اي اون سي دي كيفاش نجمو نعملو كهرباء بريزونتي اوسي بيان دي فيكول معناتها يوتيليتير دي فواتور بارتيكولير en associant budget, fiche technique qui répond aux besoins, aux aides, tous les équipements qu'il faut pour répondre aux besoins de Twins principalement. Justement, quand on parle des utilitaires, on a 216. C'est la première chose, le naming, le SM, 216, l'indicateur de Twins. Oui, qui va être commercialisé à partir de février. Sous 29 900 dinars. À le bar. تاع 30 مليون دونك فواتور يوتيليتير وكيف كيف نلقاو دي سيتادين فما 619 اللي نمشيو نكتشفها شفنا لي فواتور دو بلاج كهرباء البحر شفنا اليوتيليتير ونلقاو اول تجربه مع اون سيتادين 619 حبينا نعملوا كهرباء بور تو الموند الحق تاع ربي معناتها سورتو ديستيني اوز ايتيديون او بوتي بودجي et qui répond malheureusement à la KSC Twensa avec une mécanique très simple, mairie électronique, à un prix très compétitif. Sur le prix justement. Elle est à 31 500 dinars. Andana, c'est un prix qui peut répondre à des budgets Twensa Manette. La grande nouveauté, l'Ektichef Lekbir, lui on fait Hassatna Fi Motorsport, il y a 619 plus Hassri, je ne sais pas si tu as كما قلنا لا غروند ايفولوسيون 619 بلس هاو باش نشوفوا شنو الاضافه تاع البلس ما قبل كل شيء موجوده على السوق والا لا وقتاش تكون الكهرباء هذيا ينجم اي حريف يعدي فيها اون كوموند ان شاء الله سي بور تري بيانتو ا بارتير دو افريل 2022 افريل 2022 اما العباد ينجموا يجيو هوني الواليز كار يعدي ولا كوموند نتاعهم بالنسبه 619 بلس سعر 36 800 دينار انا اقل من 37 مليون اما الحاجة اللي شفناها هي ليفولوسيون تعدينا من دي فورم اسي كوبيك جيومتريك نلقاو بوكو دو فلويديتي دي فو يتعاودوا توتالمون دي فورم قلبي سي نوفيل ديريكسيون بالنسبة لواليز توت افي حبينا نعملوا كهرباء كي بويس بلير لي لين بويس بلير او فام كوم او زوم معناتها ان موديل يونيسكس اي سورتو زيدا كي بويس ريبوندر او بزوان تاع لي بارتيكولي مي تاع لي بروفيسيونيل زيدا هوني لا فاس اريير اما كان نكتشف زاد كيف كيف لا فاس افون افيك لا كالوندر تقعد واليز وكي نحكيو على ليكيبمون اش فما لي زيكيبمون دو سيري مثلا عندنا لي جونت الياج 14 بوس عندنا لا فيرمتور ا ديستانس كليماتيزاسيون راديو سي دي بلوتوث ديريكسيون اسيستي بيان سور اي بلوز انكور ما عمر كيكا نحب نشكرك برشا حليت لنا بيبان واليس كار اكتشفنا المصنع الشوغوم وغيره لكن اليوم السؤال المستقبل لافنيغ بالنسبه لواليس كار شوف لافنيغ اوني تري اوبتيميست
ان شاء الله on va bientôt augmenter nos parts de marché في تونس. On va attaquer de nouveaux marchés كيما قلت لك dans les régions ما بين المغرب والجزائر وليبيا ان شاء الله et surtout introduire de nouvelles motorisations كيما حكينا ان شاء الله le GPL qui sera très répandu في تونس et de nouveaux modèles bien sûr. شكرا ليك، نتمنى لكم كل النجاح، كل التوفيق لوالي سكار، ونذكركم اللي بالطبيعه تنجموا تجيو هوني سيغ بلاس في الضاحيه الغربيه لتونس وتلقاو لي موديل اكسبوزي وتكتشفوا لي زانفراستركتور تاع والي سكار وبالطبيعه والي سكار بوان كوم بالنسبه للو سيت ويب، وايضا في البحيره فممكن انكم كي تعديوا في لوتورو تشوفوا والي سكار موجوده وحاضره.